عقد منتدى شباب العالم اليوم الأحد ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان المصري لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والأستاذة رندا فؤاد مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وبحضور عدد من متطوعي التحالف الوطني ومتدربين من منظمة الهجرة الدولية وطلاب من مختلف الجامعات المصرية ومن طلبة كليات الفنون الجميلة. ناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية هي الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير والتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال. وتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة رندا فؤاد مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية. مساء الخير أستاذة رندا. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك. يعني نستغل فرصة وجود حضرتك معنا طبعا عبر الهاتف، وتوضح لنا أكتر المقصود باستخدام الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير. يعني ربما هو مصطلح جديد علينا، أكيد ناقشته بالتفصيل في ورشة العمل اليوم، تفضلي مع حضرتك. الحقيقة هو فعلا مصطلح جديد. أنا يعني فنانة تشكيلية جاية من مجال البيئة والتنمية، يعني أصلا خبرتي في مجال البيئة والتنمية. دخلت مجال الفن التشكيلي ولقيت إن الفن التشكيلي له أهمية كبيرة جدا جدا في خدمة المجتمع وخدمة الأهداف التنموية للألفية يعني. فابتدينا نشتغل على الموضوع ده، وأسست مؤسسة وهي مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية. فبربط الفن بالتنمية. وهنا لما بنقول الفن المستدام، وده تعبير جديد، هو بنقصد بيه الفن اللي مبني على إعادة تدوير النفايات. ومن هنا يبقى الفن بيقوم بدور توعوي، وبيقوم بدور كمان ان هو ممكن يساعد في الحفاظ على البيئة. صحيح. غير ان هو من خلال الفن اللي هو ممكن نستعمل فيه حاجات بسيطة جدا، يعني أكياس بلاستيك، ممكن كرتون، ممكن حاجات مختلفة الفنان الموهوب ممكن يشتغل عليها، يقدر ينتج يعني قطع فنية. والقطع الفنية ده دلوقتي الترند في العالم. صحيح. كله. صحيح. هو فن إعادة التدوير. حتى ولو كان في سواء كان في الملابس أو في الديكور أو في الفن التشكيلي، ده يعني على مستوى العالم ككل. يعني إحنا بلد الفن، مصر هي بلد الفن. صحيح. ومصر في الجمهورية الجديدة هي حطانها بشبابها، فإحنا بنركز على شباب الفنانين. ومن هنا بقى بيجي جزئية الاقتصاد الإبداعي اللي هو برضو أحد الأهداف التنموية للألفية. طبعا أنا سعيدة جدا بالشراكة مع منتدى شباب العالم، لأن ده هيخلينا نقدر ان احنا نوسع في مبادرة تنفيذ مبادرة الفن المستدام وتنمية الانسان. ومصر بعد ما يعني البنية التحتية اتأسست ويعني في نهضة كبيرة جدا. صحيح. جدا بتشتغل على البني آدم الانسان المصري. صحيح. احد بقى المحاور هو انه التوعية، الفن التشكيلي اللي بيهذب الوجدان، اللي بي يعني برضو له علاقة بالذوق، له علاقة بالطاقة الايجابية، يعني حاجات الفن التشكيلي له دور اساسي. صحيح. وانا سعيدة جدا بان الدولة تتبنى هذا التوجه ده. التوجه وعرفنا النهاردة انه في ورشة العمل يعني كان في حرص على انه يتم تدريب طلبة كليات الفنون على مستوى مصر، وكمان كان في متدربين من منظمة الهجرة الدولية، وده ايضا توجه
جميل من مصر، لأنه عدد اللاجئين أو المتواجدين على أرض مصر أيضا من المهم الاستفادة من جهودهم ومن هذا التوجه اللي حضرتك قلت أنه بقى توجه عالمي بالفعل. بالضبط كده، هو ده حقيقي. هو إحنا المحاور اللي بندرب عليها الشباب الفنانين هو محور زي ما قلت الفن المبني على إعادة التدوير، بس بنربطه بقى بريادة الأعمال عشان خاطر كمان الفنان الشاب أو الشابة يقدر إن هو يعني يسوق شغله، يعمل جاليري صغير، يشتغل، يعني يقدر إن هو كمان يبقى في يعني دخل اقتصادي، يعني دخل اقتصادي من خلال الاعمال الفنيه القائمه على إعادة تدوير المخلفات، لانه ده ايضا مربوط من احد عناوين الورشه انه التمكين الاقتصادي للمراه، وده اعتقد طبعا هي حرفه اذا استغلتها المراه بشكل صحيح واستفادت من المخلفات حتى الموجوده في منزلها على ابسط يعني نطاق، فده يكون مشروع بالفعل جيد ومربح جدا. جدا يا فندم. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا يعني انا نظمت معرض في قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر اللي فات، ومصر طبعا هي اللي كانت بترأس قمة المناخ. صحيح. والأشياء الجميلة الفنية، القطع الفنية اللي كانت معروضة من الشباب ومن المرأة كانت حاجة جميلة جدا وتم تسويقها، فده اللي اداني الفكرة انه اكمل المشوار ده وبالفعل بنكمله. بس يعني الحقيقة اللي بيسعدني هو ان احنا نكمله بقى مع منتدى شباب العالم. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة الأستاذة رندا فؤاد، مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية. شكرا جزيلا لحضرتك.